الاستثمار يوما إعلاميا حول التدابير المتخذة لدعم الاستثمار في ولاية الجنوب. التفاصيل مع حمزة ملوح. التحفيزات والمزايا الممنوحة لدعم الاستثمار في ولاية الجنوب المتمثلة في المساعدات المالية والإعفاءات من الضرائب والأتاوي الإيجارية بهدف خلق مناخ مناسب لتطوير الاستثمار وجلب عدد كبير من المستثمرين، هو المحور الأساسي الذي ارتكز عليه اليوم الإعلامي حول الاستثمار في الجنوب، ليتمكن المستثمرون من معرفة كل الإجراءات والترتيبات التي أقرتها الحكومة الجزائرية في الجنوب. في هذا اليوم الإعلامي ويكون توضيح لجميع المستثمرين، يدوا نظرة على عندهم فكرة على النظام هذا وفكرة على الدعم للمجهود اللي قايمة به الدولة في إطار تشجيع الاستثمار على ولاية الجنوب. هذا اليوم هو التحسيس وتعريف بما هو المحيط تاع الاستثمار، لي زافونتاج تاع لوندي، لي زافونتاج دو فينانسمون. اليوم الإعلامي هو أيضا فضاء لنقل انشغالات وتطلعات المستثمرين. خاصة 150 مشروع تم قبولها وفيها ما يقارب العشر مشاريع تحصلت استكملت كل الإجراءات وانطلقت في الإشغال بتسهيل ومرافقة كل المستثمرين على مستوى كل الإدارات المعنية بتقديم كل التراخيص اللازمة. الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية، توفير وتنظيم العقار وتسهيل عمليات القروض هي أهم الإجراءات المتخذة لتفعيل الاستثمار في ولاية الجنوب في المجالات الصناعية الفلاحية والسياحية ومجالات أخرى ذات مستقبل ناجح. أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى.